حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على تكريم فريق رجال كرة اليد والجهاز الفني والإداري والطبي تقديرا لما تحقق من نجاحات خلال الموسم المنقضي. وأعرب الكابتن محمود الخطيب عن تقدير مجلس الإدارة لما قدمه الفريق على مدار موسم كامل نجح خلاله الجميع في تشريف النادي محليا وقاريا. كما حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على تكريم فريق كرة اليد للسيدات بعد النجاحات التي حققها خلال الموسم المنقضي. وأشار الكابتن محمود الخطيب إلى أنه طلب من خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي ضرورة التجهيز والإعداد مبكرا للموسم القادم للفوز بكل البطولات سواء المحلية أو القارية والوصول إلى المنافسات العالمية. اختتمت اليوم اختبارات الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي في القاهرة، حيث أقيمت لمدة 9 أيام على ملاعب أكاديمية الأهلي بفرع النادي بمدينة نصر، وتبدأ غدا الاثنين في محافظات الجمهورية وتنطلق في 7 صباحا بجميع الملاعب. أكد نجمنا الدولي محمد النني أن تجربته في البريمير ليج لم تنتهي برحيله عن أرسنال، إذ يطمح النجم المصري للمشاركة في البطولة المحلية مستقبلا من خلال ناديه الصغير الذي يحمل اسم النني، وأنه سيزرع فكرة الحلم في لاعبي فريقه للارتقاء إلى الدوري الإنجليزي الممتاز يوما ما. أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم تتويج محمد المسلمي لاعب فريق السيب كأفضل لاعب في نسخة بطولة الدوري للموسم المنقضي، كما اختار الاتحاد ناصر الرواحي لاعب نادي عمان كأفضل لاعب صاعد، والبرازيلي جورفان فييرا مدرب السيب كأفضل مدير فني. يشار إلى أن السيب هو حامل لقب النسخة الأخيرة من الدوري العماني والتي حقق فيها الانتصار في 18 مباراة. كشفت تقارير صحفية بريطانية أن أرني سلوت المدير الفني الجديد لفريق ليفربول الإنجليزي أعطى الإدارة الضوء الأخضر للتعاقد مع سانتياغو خيمينيز مهاجم فينورد روتردام الهولندي لتعزيز خط هجوم الريدز في الموسم المقبل ومزاملة نجمنا المصري محمد صلاح في الخط الأمامي. أعلن نادي إشبيلية رسميا عن تعاقده مع غارثيا بيمينتا مديرا فنيا جديدا للفريق لمدة موسمين حتى عام 2026. تغنت الصحف العالمية بتتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه بعد الفوز على بروسيا دورتموند 2-0، وعلقت صحيفة ماركا الإسبانية بعنوان ماكينة انتصارات، فيما علقت صحيفة أس الإسبانية بعنوان من كلمة واحدة فقط الخالدون، لتوضيح ارتباط الريال الدائم بلقب دوري أبطال أوروبا بعد حصد النجمة 15، بينما علقت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية بعنوان رئيسي مرة أخرى، كما عنوانت صحيفة سبورت الكتالونية قائلة قصة لا نهاية لها. حقق الدولي الألماني توني كروس رقما قياسيا مع ريال مدريد بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024 على حساب بروسيا دورتموند بثنائية بيضاء، ليتوج بطلا للقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه. ووصل توني كروس للانتصار رقم 300 مع الفريق الملكي لينهي مسيرته مع ريال مدريد، حيث قرر اعتزال كرة القدم بشكل نهائي بعد خوض منافسات كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 المقبلة مع المنتخب الألماني. كشفت تقارير صحفية أن النجم الفرنسي كيليان مبابي وقع على كافة العقود التي تخص انتقاله إلى صفوف ريال مدريد بداية من الموسم المقبل. وأكدت التقارير أن مبابي سيصل مدريد الخميس المقبل بعدما أعلن اللاعب الفرنسي نهاية مشواره مع النادي الباريسي بعد 7 سنوات. وصل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لفريق فنربخشة التركي استعدادا لتولي مهمته الجديدة بداية من الموسم المقبل. ووصل مورينيو إلى مدينة اسطنبول على متن طائرة خاصة برفقة رئيس النادي علي كوش قبل تقديمه رسميا لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي داخل النادي التركي.